بسم الله وباسم الشعب تعلن الجماهير العراقية رفضها القاطع لأي رئيس وزراء من اختيار الأحزاب السياسية كون توافقاتها ومحاصصتها واختياريتها لم تجلب لهذا البلاد سوى الدمار والفوضى والعبث بمقدرات الوطن وأمنه. ونعلم أن البلاد لم تخلو بعد من أبنائها أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة المتواجدة في كل ساحات التحرير، ونحذر من التجاوز على رغبات الشعب، وسنرد بالتصعيد في حال حدوث ذلك. حمى الله العراق وشعبه، ومن الله التوفيق. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. أي شخص يحب يشاركنا بالبرنامج يسمعنا رأيه ويقول رأيه على الشاشة مباشرة ويسمع العالم يتصل على أرقام البرنامج اللي راح تظهر على أسفل الشاشة حاليا، دني ثلاث أرقام. أيضا عندنا رقم آخر مخصص إلى برنامج الواتساب، أي شخص ما عنده القدرة على الاتصال أو ما يريد يطلع اسمه أو مكانه أو لأي ظرف كان، رقم البرنامج المخصص للواتساب ظهر أسفل الشاشة، يقدر يبعث لنا رسالة عليها إن شاء الله نقرأها بنهاية البرنامج. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمه ومكانه حتى نعرف هي جاية من وين. بداية الفيديو اللي شفناه بالبداية هو محافظة المثنى، المتظاهرين من شمال العراق إلى جنوبه رافضين ترشيح الأحزاب لأي شخصية تخلف عادل عبد المهدي، أي شخصية تجي وراء عادل عبد المهدي ما يردوها من داخل الأحزاب، لأن هم مشكلتهم مو ويا عادل عبد المهدي، ولا مشكلتهم ويا وزير، ولا مشكلتهم ويا شخص معين، هم مشكلتهم ويا الفساد. الفساد إجا عن طريق هذه الأحزاب، المحاصصة جت عن طريق هذه الأحزاب. هم لغوا الطائفية والمحاصصة ورجعوا يهتفون باسم العراق وشاهدين اسم العراق وما يفكرون مثل ما تفكر هاي الأحزاب. فهم مشكلتهم مو عادل عبد المهدي يروح يجي محمد الشياع السوداني، ولا مثلا ينرفض ترشيح محمد الشياع السوداني يجي مثلا عزة الشابندر او غيره او غيره او غيره كان من يكون من داخل هاي العمليه السياسيه. هم ما يردون شخص من داخل العمليه السياسيه او من داخل الاحزاب او من قبل الاحزاب او من ترشيحهم، لانه هم خلال 16 سنه رشحوا الكثير من الشخصيات، صارت اكو اكثر من حكومه ابتداء من حكومة إبراهيم الجعفري إلى أياد علاوي إلى نور المالكي إلى حيدر العبادي انتهاء بعادل عبد المهدي، وهسه يردون يرشحون محمد الشياع السوداني أو غيره. هم ما يردون هاي الشخصيات ولا هاي الأحزاب، هم يردون شخصية وطنية عراقية بالرقم بالأساس، عراقية الجنسية، عراقية الهوى، ما عندها جنسية أخرى، ما عندها جنسية أخرى وما عندها أي ارتباط آخر بأي بلد آخر، تحب العراق وتبني هذا البلد. أما يجي واحد من داخل هاي الأحزاب هم رافضين. الفيديو اللي شفناه بعد شارة البرنامج كان رفض متظاهري ميسان لترشيح محمد الشياع السوداني عن جناح نور المالكي لحزب الدعوة. أبو زهراء من ميسان أول اتصال ويانا، حياك الله يا أبو زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أبو زهراء إذا أمكن تغير لي مكانك لأن الصوت دا يقطع. أبو زهراء أنا أعتذر منك يعني شديد الاعتذار، بس الصوت جدا 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 يعني ما مفهوم. أتمنى أنه مثلا تغير المكان إلى مكان أفضل وترجع تتصل بينا ونسمع رأيك. كنت أتمنى أن أسمع رأيك من أول اتصال، أعتذر منك شديد الاعتذار. المتظاهرين أيضا يعني اليوم في ساحات التظاهر عندنا بالبصرة رفض ما يحصل داخل الكتل السياسية واتفاق الأحزاب السلطة الفاسدة على ترشيح حزب الدعوة محمد الشياع السوداني لخلافة عادل عبد المهدي. أيضا اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين قالت أن مطالب الشعب العراقي واضحة، ومن بينها عدم تدوير الفاسدين والمجرمين في المناصب الحكومية، وأن مطلب المتظاهرين هو إلغاء الفساد وإلغاء الأحزاب وتغيير النظام بشكل كامل. السماوة أيضا كان أكو أجواء ثورية في ساحة الاعتصام مدينة السماوة، وأكد المعتصمين رفضهم استمرار سيطرة الأحزاب الفاسدة على المشهد السياسي. محافظة بابل
محافظة بابل أكد المعتصمون بالساحة رفضهم ترشيح محمد الشيع السوداني، وأيضا كربلاء المتظاهرين هناك رفضوا، وساحة التحرير في العاصمة بغداد رفض المتظاهرين الموجودين فيها ترشيح محمد الشيع السوداني. أم مريم من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. طبعا أنا أرجع وأقول نتشرف فيكم، يا والله أنتم تاج على رزنا قناتكم الطاهرة سلمك الشريفة اللي ما أكو والله، يعني مو أجامل، لا الله شاهد، بس الحق لازم يقال أنه أنتم يعني نفتخر بيكم. واجبنا واجبنا، الله يعزك إن شاء الله. الله يسلمك، لا شكر على واجب، تفضل يا أمه. طبعا على مود المظاهرات وعلى مود اللي يختاروا رؤساء بكيفهم، احنا ما نريد نختار من اي احد ولا احد يجي بكيفه يسلط نفسه رئيس. نعم. بعد احنا اذا هم يجيبون ويحطون بكيفهم، بعد ليش احنا بنزيح الحكومه وليش قاعدين ولدنا بالشارع على شنو؟ نعم. ما سوينا شيء بعد. مريت اي واحد من عندهم اطلاقا. نعم. زين، احنا نريد واحد من عندنا وبينا عراقي دمه شريف طاهر يحافظ على بلده، يحافظ على الناس اللي قاعده بالشارع اللي ما عندها، واللي يحافظ على هاي الناس اللي قاعده بالخيم اللي قاعده تاكل حشر سامع من الزباله، لقمه عيش ما عندها. نعم. فان شاء الله يعني ان شاء الله بقوه بحيل الله، وهاي يعني بجال هاي الشباب بجال هاي الناس اللي ضحت بارواحها، يعني يجينا رئيس يعني بخير ونعتمد عليه ويقود هاي ويقود العراق ويوصل الى يعني بر الامان ويعوض يعني عن كل شيء خسرناه. هاي اللي نريدها، ما نريد اكثر من شيء. يعني احنا طلباتنا بسيطه بس حتافة، وحسبي الله ونعم الوكيل على اللي هي دمر العراق، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد أذانا ودمر ودمرنا. نعم. شكرا شكرا لك أم مريم. من الرياض محمد، حياك الله يا محمد. أبو محمد، حياك الله يا أبو محمد. رب العالمين سبحانه وتعالى، نعم، يقول في الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. وقال تعالى: اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. لا تسمعوا كلمة اللائم. أنا أقول وش اسمه؟ قول. الديمقراطية اللي في الغرب ما تصلى عندنا حنا، لأن الجيش بالغرب ما يواجه الشعب، واللي يواجه الشعب الحاكم. لكن خامنئي وش اسمه؟ هاي الحين أنا سمعت إنه داخل قوات السعودية، قوات إيرانية، لا العراق. الآية اللي يقول أعدوا لهم ما استطعتم، هذه آية بشرى من رب العالمين. ما قال لنا نووي عدوا لهم نووي، قال ما استطعتم، لو سكين لو رشاش، هذه بشرته. وأنا أقول ترى السلمية عندكم كثر القتل، كثر القتل. لازم اللي يحمي الثوار المتظاهرين يمسكون أسلحة ويحمونه، ما حد. وأمريكا ترى
دول مصالح هذه ما منها فائدة. أبو محمد هذا اللي يردو هذا اللي تريده أمريكا واللي يريده إيرانيين. اللي يردو الإيرانيين واللي يردو الأمريكان هو أنه يشيل المتظاهرين السلاح حتى تصير مواجهة بينه وبين القوات الأمنية والميليشيات، حتى تكون ذريعة الإيران والأمريكا أنه ذول المتظاهرين جاي يقتلون ناس، وذول المتظاهرين يدخلون تحت قائمة الأربع إرهاب وقائمة الإرهاب فيقتلوهم. فهذا هم اللي يردوه، هذا اللي هم ديع اللي وعوا المتظاهرين وعوا مبكرا ودي يخربون كل شيء يريدوه الحكومة والميليشيات والإيرانيين والأمريكان حتى يشوهون صورتهم حتى يبيدوهم. انقطع الاتصال ويا أبو محمد. أبو أحمد من النجف حياك الله. حياك الله وبياك أخ أسل حياك الله. سلمك سلمك أخويا، تفضل أخويا. أخي العزيز، هنيئا هنيئا للولايات المتحدة، فهذه ديمقراطية القتل التي كانت تتذرع بنظام دكتاتوري وإنها خلصت الشعب من طغ، فهذه ديمقراطيتها التي أدخلت العراق بمصر وسلمت العراق بيد الميليشيات الإيرانية. أيها المجتمع الدولي، يا أيها الضمير العالمي، يا ضمير الإنساني، أين ضمير الأمم؟ هذه ديمقراطية أمريكا. أمريكا تدعي ليلا ونهارا أنها تعافي وأنها ستضرب إيران وأنها ضد إيران بعقوباتها. من هذا المنبر الحر قناة الرافدين، هذه كذب تنطلع على الدول العربية بالأخص السعودية ومصر أردن ودول والإمارات وحتى قطر وحتى الكويت. أخي كفى أمريكا تذب الرمادة في عيون، تعادي إيران. أما في الخفاء إيران وأمريكا متفقين على تقاسم الخليج والمنطقة، أمريكا لبنان واليمن والعراق واختراق القطر واختراق، وهناك خلايا نائمة لإيران لحزب الله في مصر. ويتخي معلومات، ما هذه الكذبة الأمريكية؟ نحن دول العربية كمان باليمني أن ينقضونا عبر الجامعة العربية، تريد كمتظاهرين بالتدوير القضية تال ميليشيات القبيح وبرلمانهم. هذا ليس برلمان الميليشيات، هذا برلمان الطائفيين عدهم وكل ما أتوا به هؤلاء الطغمة، ولم يولوا ولم يكفوا عن القبع الرقيم إن لم يكن هناك ضغط دولي، ضغط عربي. يجب مساندة مجلس الأمن والأمم المتحدة. نحن لا، أنت تكلمت كلام الآن، هادي العامري وقاسم سليماني وقيس الخزعلي وصلوا عناصر مندسة بين المتظاهرين حتى يتذرعوا ويقومون بعملية بحل شداد المندسين حتى يصوروا المتظاهرين بأنهم قتلة ثورة قتلة وبعثيين وقاعديين ودواعش. أنا أقول لك من النجف، هناك معلومات المريود من هذه المتظاهرات أن تنتهي بالدماء. أنا أقول كلام واحد جيد جدا، هم جندوا حتى إعلاميين البرزنسي، وأقول للسياسيين الحلبوسي وبرغ وعادل عبد المهدي، أقول لهم مهما جماهير العراق ستعد مفاجأة كبرى، بأننا مصرون على حراسنا لو سقط. هم يعولون على حمل السلاح، هم يستفزون. أخي ستكثر الاستفزازات، ستكثر الانتهاكات، ستكثر، ولا تتفاجعون وتتذرعون ألف ذريعة، وإن الشيء قاعش وستفجر المراقب وسيد السستاني في قطر. أخذوا سستانيكم وولوا عنا، هذا المرجع ليس هذا مرجع مع المحتلجة، هذا مرجع مع إيران، هذا بالعلن هو ضد ولي الفقيه، بالباطن هو ويا ولي الفقيه. خاف النجفين يعرفونها، النجفين يعرفون السيد السيستاني هو في هاي تقية
ونحن الشيعة التقية عندها كاجتهاد، ولكن السيستاني ولي الفقيه بأنه فعلا ضد ولي الفقيه، وفي الفقهاء هو تابع لولي الفقيه، هو زين لولي الفقيه. نحن أهل النجف، نحن لن ننسى أبدا، نحن لن ننسى القادسية، ننسى سعد ذكر قبل الإسلام، نحن بني شيبان، نحن أولاد آخر زمان ده نصير صفويين ونصير أذناب الخامنئي. نعم، هيهات هيهات. نعم، شكرا شكرا هيهات. شكرا لك أبو أحمد. أبو محمد من هولندا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخوي. تحياتي الشريف، تحياتي مقاطعة الشريفة الوطنية. سلمك. طبعاً تعدد الأسماء، تعدد الأسماء وليس واحد. يعني تشوف ناس جوا ثلاثة، من علاوي، تكون عرق الرشاء، من جعفري، من مالكي، العبادي، عبد المهدي، كلهم يخضعون لإرادة الفقيه. هذا واقع. الوجود تغير أخي، لكن إذا سوداني والباكستاني يرسموا حسب اللغوة، فتبقى إيران هم يحكمون العراق. فأي مرشح يرشحون الأحزاب هذا خاضع لإرادة إيرانية. إحنا نريد رئيس مستقل من الشعب يطلع، مو الأحزاب. رئيس عاش بالعراق وشاف بينا وشاف الظلم، يكون من عندنا وبينا، يعني هو هذا واقع. فكل رئيس يجي حاليا حيكون خاضع للإرادة الإيرانية. فإحنا نستنكر هذا الشيء ونرفضه. لا سوداني أو غيره، إحنا الفتح التحرير أو قطار على نقل هذا الشيء. فهذا الشيء واضح أخويا. وتحية قناتكم ورحمة شهدائنا. شكرا 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 لك أبو محمد. طبعا مشاهدينا الكرام، محمد الشيع السوداني رجع ويا الاحتلال الأمريكي وإجى على ظهر الدبابة الأمريكية إلى العراق، تقلد الكثير من المناصب، منها عضو مجلس محافظة ميسان، محافظ ميسان عن حزب الدعوة، نائب في البرلمان، وزير حقوق الإنسان، وزير تجارة مع ملاس بعد ملاس الكسنزاني وبالوكالة، وزير حقوق الإنسان في زمن نور المالكي، ووزير العمل في زمن حيدر العبادي. وأكو مفارقة أنه وزارة العمل كانت تسمى وزارة العمل السودانية، على الكثير من قضايا الفساد، عين أكثر من 100 شخص برشاوة، اختلاس 100 مليون دولار في حملة من أجل ميسان أجمل لما كان هو محافظ بميسان. يعني ما أعرف أنه الشعب طالع ضد الفساد وطالع ضد المحاصصة وطالع ضد الاختلاس وطالع ضد كل شيء، ويريد يرجع العراق وخيرات العراق للعراقيين، ويجينا نور المالكي وحزبه يريدون يجيبوننا واحد من الفاسدين. أم أزهار من بغداد، ويانا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله أختي. أنا بس أسأل سؤال. نعم. أقول يعني هذول المخبلين شوية اللي قاعدين على الكراسي من 2003 إلى هذا اليوم، هل عندهم جنسية عراقية؟ هل هم عراقيين أصليين؟ هم مو إجوا على الدبابة الأمريكية؟ هم مو إجوا من إيران؟ هم مو تبعية إلى إيران وأمريكا وإسرائيل؟ فهم بأي حق هسه قاعد ينتخبون يردون يردون هذه الانتخاب ما يكون إلا من ساحة التحرير، من المعتصمين اللي صار لهم أكثر من شهرين بمطرها وحرها وبردها وينادون بالوطن. الوطن هو الوطن، هم اللي هم يستحقون، أن هم اللي ينتخبون رئيس الوزراء، وهم اللي يختارون الدولة، وهم يختارون الكراسي اللي راح يقعدون عليها ويستاهلوها، مو هذول اللي باقوا ونهبة وسلبة 16 سنة. 16 سنة ما شبعتوا، ما ضيمتوا، كتلتوا الدنيا كلها وأكلتوا مع الحرام وكتلتوا ونهبتوا وسلبتوا، ويكم ما تستحون، ما عد
ناسكم يو شوي يصير لكم فد وجه، الناس كلها تحكي عليكم، من الله ينعلكم وينعل اللي جابكم علينا، وانا اشكرك. شكرا 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 لك ام هزار. طبعا مشاهدينا الكرام، انا ذكرت مقوله عن محمد الشاه السوداني انه لما كان وزير عمل بزمان حيدر العبادي وزاره عمل سماه وزاره عمل السودانيه لسبب، لانه هو صاحب صلاحيات كل المدراء العامين وكل الوكلاء وكل ما هو موجود في الوزاره، واصبحت كل الصلاحيات مدارة بيده وبيد مدير مكتبه وأحد أقربائه أيضا، وتعيين أكثر من 400 شخص من أقربائه بالوزارة، وقضايا العقود والاختلاس و و و وكلها صارت بإيده. فأنتوا تخيلوا يعني واحد سوى ما سواه في أكثر من وزارة وسوى ما سواه بمحافظة، يجيب لنا يا نور المالكي مرت اللخ حتى شنو يصير هو رئيس وزراء. زين هو نور المالكي نفسه كم قضية فساد عليه؟ نور المالكي نفسه مدى يباوع الشعب العراقي طلع وأفشل مخطط هو بداه، اللي هو مخطط الطائفية. طائفية بدأت بوقته، هو اللي أسسها. اللي قبله بلشوا يأسسون بها بس ما نجحوا مثل ما هو نجح بها. زين مدى يشوفون هذا الوضع؟ عندي اتصال من الفلوجة باقر. حياك الله يا باقر. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك عيني؟ هلا بيك. صح. تفضل أخوي. والله نخف. نص التلفزيون اسمعني من التليفون أخوي العزيز. عيني بخصوص هذه مو حكومة وتريد تنظم بلده، يعني كل من يقول هاي فرصتي بهال بوق النفسة، ولا مسوين شارع ولا مسوين مد يبوقون وخربونا هاي مثل 2003 ولحد الآن. نعم. فهذول يعني مشكلة والله، يعني شو تحكي يعني، ولاهم مو للبلد ولاهم كل اللي للبرك وكلهم ملاهم في ايران، يعني شوف هذول ما ادري والله دمرونا دمار هذول بالله العظيم. نعم. انقطع الاتصال يا الاخ باقر. شكرا شكرا باقر من الفلوجة كان ويانا. مشاهدينا الكرام، ايضا الحكومة العراقية يبدو او ما تسمي نفسها بحكومة، اولا هي كل اللي دا يصير حاليا بالعراق هو عبارة عن كرة موجودة بين طرفين. الشعب العراقي وهو صاحب القوة والشرعية وصاحب كل شيء، زين الكرة اللي بملعبه تقول انه هو ما يريدهم، هو يريد يطلعهم ويريد يخلص منهم، ويقول اكو آفة دخلت العراق للعراق وارضه دخلت للعراق، اريد احرقها، اريد اخلص منها، اريد اخلص من اخلص بلدي وشعبي واولادي وابنائي وحياتي ومستقبل الاجيال الجايه وراي من الفساد ومن الطائفية ومن اللي راح يصير من وراهم. الطرف الثاني اللي هم الأحزاب اللي قاعدين ومشلبين بالكراسي، وهم الطرف الأضعف لأنه هم أجوا بشيء باطل ومبنيين على شيء باطل، حكومة أسست من قبل حكومة احتلال، وما زالوا هم يحاولون يروحون بمكانهم حتى يكسبون أكبر قدر من الوقت، بلكت يقولون المتظاهرين يملون ويعوفونه. إبراهيم من الأنبار. إبراهيم من بغداد، حياك الله يا إبراهيم. الله يحييك. سلمك ربي، تفضل أخوي. أخوي بس أريد حكومة هاي فاشلة. نعم. هاي حكومة إيرانية. هسه وجود قاسم سليماني في بالدستور ولا شنو هو الدستور؟ حكومة باش حكومة إيرانية ما نريد، عم ما نريد تطير عسكم، افتهموا الشعب العراقي ما يريد كوم، والله ملينا قسما بالقرآن ملينا، لا تعيين لا وصف، ما يصير هيك والله ما يصير هيك. لو غد بيكم واحد شريف يباوع على الشعب العراقي
الشهداء. لا حسبي الله ونعم الله ونعم الوكيل عليكم، بس هاي اقولها وشكرا. شكرا شكرا لك اخ ابراهيم. مشاهدينا الكرام، ايضا انه الدستور العراقي اللي ذكره اخ ابراهيم، الشعب العراقي هو هم ما يريده، يقول احنا لازم نكتب دستور جديد ولازم نرفض هذا الدستور، دستور الاحتلال. واحده من فقرات الدستور هي محاربه الارهاب، والماده 4 ارهاب اللي سميت في فتره من الفترات 4 سنه. اليوم نكتشف انه عبد الكريم خلف ولا عادل عبد المهدي يصدرون قرار انه اي شخص او اي طالب او اي مواطن يوقف الدوام بوحدة من المدارس يحاكم ضمن المادة 4 إرهاب. زين، هم الطلاب هم اللي متظاهرين، هم اللي رافضين يداومون. طلاب العراق فعليا، جامعات، ثانويات، مدارس متوسطة، هم اللي رافضين يداومون ورفعوا شعار ماكو وطن ماكو دوام. زين، انت يعني هي راح تخلي الشعب كله ضمن مادة 4 إرهاب سيئة الصيت؟ هذا السؤال اللي ينطرح. برنامج صوتكم متواصل مشاهدينا الكرام، بفاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. الفيديو اللي طلع بعد الفاصل هذا فيديو من للمتظاهرين في محافظة ذي قار تحديدا مدينة الناصرية، كانوا شايلين صورة محمد الشاع السوداني ونور المالكي ورافضين ترشيح المتظاهرين اليوم ترشيح الأحزاب اليوم. المتظاهرين في كافة بقاع الأرض، عفوا في كافة بقاع العراق من شمال إلى جنوب، رافضين ترشيح الأحزاب. عندنا اتصال من بغداد. رعد، حياك الله يا رعد. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. العفو، أنا عندي مداخلة كبيرة. تفضل أخويا، تعال هوا. يعني هذا الكلمة من يريد يصير رئيس وزراء من عندهم تعطي شعر عبر قنواتكم الشريفة. نعم. قول أخويا. رعد، السلام عليكم. رعد تعالها واخويا تفضل. نعم نعم حبيبي، على كلمة عدم جديد اقول على راسك بدك بسنين سؤالات وذوقك من لذيذ السؤالات، يا ريت العار تسوى وانت بقاب راسك وانت كاله صفه وربعه قنادر وانت هذا الشعر يليق بهم. يعني احنا طالعين مظاهرات وشهادات تروح وهم سامحون لان هم ما حد سامح، والله مو شريف حتى بعدهم هاي الشيء بدايه الشريف ما مشكوك. لا والله يعني ناس توصلون بالمنحطين قريب مستعطين قريب، يعني ما قلت انقطع الاتصال ويا الاخ رعد من بغداد. شكرا شكرا لك اخ رعد. يعني هو الشعب العراقي والمتصلين كلهم متفاجئين من ذولا انه شو يفكرون. يعني نور المالكي ولا برهم صالح ولا حيدر العبادي ولا عمار الحكيم ولا مقتدى الصدر ولا اي واحد بيهم، ان كان رئيس كتله ان كان زعيم ميليشيا ان كان زعيم اي شيء، شو يفكر؟ يعني انت جيت على ظهر دبابه حموك الاحتلال، قتلت ولد بلدك بكته لهذا البلد واللي مفترض انه انت تحميه، سرقت اموال شعبه، قتلت ابناء شعبه، حكمت نص ابناء شعبه تحت مواد بالدستور على مزاجك فسرتها، وحتى بالقوانين على مزاجك انت فسرتها، وحتى بالتعيينات على مزاجك انت تعينت الناس. كم عاطل عن العمل من الشباب الخريجين، وكم عاطل عن العمل من الشابات الخريجات، وكم طفل عاف مدرسته وراح يشتغل ديعين امه واخوته لانك انت قتلت ابوه. محمد من كربلاء، حياك الله يا محمد. محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخويا. الله
والله احنا من الاحتلال. نعم. 16 سنة. نعم. صار لنا 16 سنة. صار لنا 16 سنة من الاحتلال. ايه. زين. ايش اسمه؟ حسب الدعوة. زين. المالكي. عمار الحكيم. كل هذول يشوف ما لهم مكان هنا بالعراق. زين؟ ما لهم مكان بالعراق. يعني ما فادنا احنا وياهم الجس الثاني وكلهم ما فادونا. ولا يطلعون بالعراق. زين؟ عمي مصيبة طاحت علينا مصيبة. شنو ذولا؟ قامة بهدلونا تعبونا أنا حرامية باقونا أحزاب هاي الأحزاب احنا ما نريد هاي الأحزاب كلها ما نريدها ما تفيدنا لا سستاني ولا صدير ولا قيرة كلها ما تفيدنا نعم أحزاب تفيدنا ولا قاسم سليماني تفيدنا ولا إيران تفيدنا فيك تفيدنا ولا واحد يبطر ولا سوداني كلهم ما يفيدونه خلاص ما يفيدونه واحد من الصحراء نجيب واحد الدوي بويا الدوي نجيب لنا من الصحراء أساس ولا واحد من دول الأحزاب نعم ما يفيدونه عمي ما يفيدونه الأحزاب كلها ما تفيدنا دول السوداني الجعفري كليتهم موتوا صار 16 سنة جربناهم صار لنا 16 سنة يضحكون علينا قوتونا باقونا نهضونا يعني جابهم المعتز أمريكا نقمة علينا جابتهم أمريكا نقمة علينا حسبي الله ونعم الوكيل عليهم يعني ما هو مو حرام عليهم حرام عليهم عمي خلي يتركونا بحق يعني عفونا خلي نشوف طريقنا ناس ما تجوع يعني هاي شنو الوضعيه هاي التعبانه اللي اجونا بيه جابتهم امريكا علينا هاي الاحزاب امريكا حزب جمهوري وديمقراطي وجايبين لنا 40 حزب يحكوا وين اكو هيشي عمي ما نريدهم ما نريد الاحزاب ما نريد عمي ما يفيدونا ما خلي يطلعون ما نريدهم يعني شنو هم ما عندهم كرامة عمي خلي يطلعون تعبان خلي يطلعون أريد شوف طريقنا، أريد شوف حياتنا، أريد الحياة. نعم. يعني الجيش الجيش هسه الجيش عمي الجيش غير يصير ويانا، الشرطة غير يصير ويانا، وين الديمقراطية؟ شرطة والجيش وين الديمقراطية؟ جيش ميليشيات، حكومة ميليشيات، حكومة ميليشيات، الجيش ويا الميليشيات، والميليشيات علينا. من يحامينا عمي وين الامان وين الامان وين الحياه الحره الكريمه نعم شكرا 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 لك اخ محمد ام عبد الله من بغداد حياك الله يا ام عبد الله حيا من قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام والرحمه والاكرام لحضرتك ولا قناتكم الشريفه ولكل عراق شريف يسلمك ربي تفضل يا استاذ يعني احنا عايشين في دوامة يعني لا. هاي المظاهرات راح تستمر والاغتيالات والاعتقالات مستمرة كلها في سبيل طمر هذه المظاهرات يعني هذا الجيل الجديد اللي عمره من 15 و13 وإلى 20 وإلى 25 وإلى حتى 30 وحتى الشياب من قاموا بهذه المظاهرة عرفوا إنه الحياة اللي موجودة من قبل النظام السياسي اللي موجود والأحزاب السياسية ما تفيد العراق يعني أنا أحكي لك راح أقول في الكلمة قد يكون إنه أحد يرضى علي أو ما يرضى إنه من صدام جاء صدام إجا بقوته وفرض نفسه على الشعب العراقي وما كانت أكو طائفية لا شيئية ولا سنية كلهم حتى المجلس الوزراء كان
55 من مجموع 70 كلهم شيعة لأنهم وطنيين جو لخدمة العراق ولخدمة الشعب العراقي. وكان العراق يعني أكثر أفراد الشعب العراقي كانوا شبعانين، حتى التموينية كانت أكثر من 40 مادة. زين هسه بالوقت الحاضر احنا الحكم الشيعي ما يفيدنا، ليش؟ لانه دائما مع الاعتذار للشرفاء والوطنيين اللي دائما هم اذا كانوا يسعون لحب الوطن، احنا هسه بيقولون الحكومه تريد تخلي تعين رئيس وزراء. يعني انا اعين رئيس وزراء والاحزاب السياسيه موجوده بتمارس نشاطها السياسي والبرلمان موجود. زين احنا ما احنا نريد حكم رئاسي، ما نريد حكم، ما عندنا، ما نريد برلمان، لانه البرلمان هو وسيله من وسائل الاستثمار للشعب العراقي واخذوا ثرواته والسياسيين. فاحنا بالنسبه لنا كل وطني شريف من الشيعه والسنه انه يكون النظام سني. ليش؟ لانه احنا في وطن عربي لازم عندنا علاقات مع الوطن العربي. احنا حتى خلونا في معزل عن الوطن العربي، خلونا في يعني بعيدين عن مبادئنا الوطنيه والقوميه، خلونا كلنا احنا دائما تابعين الى ايران. ايران سوت لنا، دمرتنا، كتلت ولدنا، كتلت يعني بدأوا بالمحافظات السنية وهسه رجعوا على المحافظات الشيعية. يعني هذا المبدأ انهو احنا مثل واحد مجرب ومريض ودي لبسوه دشداشة، يعني هذا رئيس الوزراء دشداشة نظيفة ولكن داخل الدشداشة هي كلها جراثيم، كلها أوضية. احنا ما يفيدنا الحكم الشيعي مع الاعتذار، ترى انا احب الشيعة وامي شيعية، ولهذا انه انا اطلب من الوطنيين العراقيين الشيعة انه يتحدون مع السنة في اقامة حكم سني وبمشاركة الشيعة. ام عبد الله، ام عبد الله يعني اذا تسمعي لي انا اعتذر منك بس الوقت راح يدركني. احنا لا نطالب لا بحكم سني ولا بحكم شيعي، احنا نطالب ولا كردي ولا صابئي ولا يزيدي ولا مندائي، ما نطالب بهذا الشيء. احنا بدنا نطالب هسه عراقي، اكيد الشعب العراقي بده يطالب عراقي، كان هو كان بس يردوه عراقي. صح استاذ، بس العراقي لازم يفرض نفسه بالساحه، بالساحه، مو انا اجي انه انا اطالب اخذ اراء المتظاهرين، انه وبعدين اصلا حتى اراء المتظاهرين بالضبط بعرض الحائط. طيب طيب شكرا، شكرا لك ام عبد الله. من الكويت مريم، حياك الله يا مريم. مريم من الكويت، انقطع الاتصال ويا الاخت مريم، كنت اتمنى ان تدخل ويانا بالبرنامج ونسمع رايها فيما يخص برنامج الواتساب ورسائلكم ما شاء الله كثيره. أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لكم جميعا ولكادر قناة الرافدين. التظاهر السلمي أصبح ثورة سلمية حضارية يا عرب، ويذبح الشعب العراقي أمام أنظاركم بشتى أنواع الذبح لأجل العراق والعرب والعروبة. هذا لا يحرك ضميركم العربي أيها الشعب العراقي العظيم المجاهد الصابر، هذه ثورتكم وثورة المظلومين في العراق والعالم بعد الاتكال على الله، والشعب منصور بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تحية حب وتقدير لقناتكم الشريفة البطلة ولكادرها المميز. ميليشيا عصائب أهل الباطل هي من افتعلت حادثة ساحة الوثبة، ومن ثم لصقتها بالمتظاهرين السلميين لتشويه سلمية الثورة. تحياتي أخوكم ساعدون هادي أبو حسن من ذي قار. رسالة أخرى، مرحبا شلونكم عيني، فاطمة من الناصرية. أختي الصغيرة تقول لي أقري، تقول ماكو دراسة حتى يسقط النظام، والله حتى الطفل عرف الحكومة ما بيها حظ. رسالة أخرى تقول السلام عليكم، أني أن ترشيح الشيعة لرئاسة وزراء هي محاولة لإدخال المالكي من الشباك بعد أن تم إخراجه من الباب، والمالكي يحظى كذلك بحب خامنئي وقد وصفه بالرجل الشجاع لأنه قتل آلاف العراقيين وسلم ثلث مساحة العراق لداعش وسرق مليارات الدولارات من خزينة العراق وأعطى البعض منها لخامنئي. لذلك عودة المالكي ضرورة ملحة لاستمرار تدفق الإعانات السخية لخامنئي، منتظر من كربلاء. أتمنى أن تقرأ رسالتي. تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الثورة. قام المدعو قيس الخزعلي بتأجير الشباب ودعاهم لمظاهرة تأييد له كفاك أيها المجرم العميل، فالثوار الأحرار سينتصرون عليك وعلى أسيادك الفرس والمجوس.
أسعى سعيك ونصب جهدك فلن تمحي الثورة. تحياتي أختكم الثائرة هاشمية جعفر المهنة من ذقار المشلبية. مريم من الكويت رجعت لنا، حياك الله أخت مريم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك يا رب، تفضل أختي. ونشكرك على هالبرنامج الحلو، الله يقويك إن شاء الله يا رب. لا شكر على واجب أختي العزيزة. تسلم يا عمري. أنا أول شيء أشكر قناة الرافدين، هي قناة صادقة ما حد يشكك في هذه القناة أبدا، في المذيعين أو في الأخبار اللي هي تذيعها. نعم. كلها أخبار صحيحة 100%. نعم. المهم أخوي أستاذ أفل، اللي هو اللي الأحزاب هي اللي خربت العراق. أنا أول مرة أشوف بلد فيها عصائب الحق وبدر وما أعرف أي بلد فيها الأحزاب هذه. بلد عادي العراق يكون فيها أحزاب؟ الأحزاب هي خربت العراق، هي اللي دمرت البلد، دمرت الشعب كله. نعم. هذه المفروض البلد ما يكون فيها أحزاب. وين رئيس الحكومة؟ وين الرئيس؟ هو من الأحزاب. هو من الأحزاب. يخرب بيته إذا من الأحزاب. ليش؟ ليش أنت قاعد مثل الأحزاب وشعبك قاعد يتقتل كل يوم؟ أنت ويا مع هالكي بعد ما شبعت قتل من الشعب العراقي؟ أنت وابنك بالتفجيرات بالسيارات؟ ولا نسى اللي سواه بالعراق؟ يخرب بيتهم كلهم هالمجرمين هذيل. هاي التمثيليه اللي حطوها اللي على قول ولد عمره 16 سنه، هي يفكرون مر على العرب، مر على الشعب العراقي. هذه مسرحيه هم سووها عشان والله اللي هذي قتل المتظاهرين، احنا قتلناه يقتلكم في نار جهنم ان شاء الله. شنو سويتوا انتم حق العراق؟ الشعب راح. بس انا اقول لك استاذ افل، انا قلت لك من اول، قلت لك لازم يكون في سلاح، لازم تكون مجموعات، ما يكون كل المتظاهرين يبادون. اخت مريم يبادون عن بكره ابيهم اذا شالوا سلاح. انا اعرف بس يكون خطه، تكون خطه، قائد مجموعه يكون معاه سلاح بس فقط، مو كلهم، عشان يقدرون يسيطرون. هذا الوضع ما يخلص، ما راح يخلص. شنو انجازاتهم؟ البرلمان شنو انجازاته؟ انجازاته قتل الشعب العراقي. نعم. شكرا لك اخت مريم. اعود الى برنامج الواتساب. السلام عليكم، تحيه لقناتكم الحره الوطنيه صوت الحق، والف تحيه واجلال الى ثوار ثوره تشرين المجيده، والرحمه لشهدائها الابطال والشفاء لجرحاهم، وفك الله اسر المعتقلين. اشد على ايديكم بمواصله الثوره واسقاط النظام السياسي الطائفي في العراق بكل احزابه وميليشياته، ونصركم قريب ومقرون بتخليكم عن حسن النيه بالمرجعيه وكل المعممين، لانهم اساس البلاء والدمار وعلى راسهم مقتدى الصدر والسيستاني. ولكم تحياتي، اخوكم زياد عزاوي من هولندا. السلام عليكم، السوداني تم ترشيحه من قبل سليماني والمالكي والعامري والمهندس، وذلك للتغطيه على فسادهم وجرائمهم بحق الشعب العراقي واستمرارهم بالتربع في السلطه. كل المرشحين مرفوضين من الاحزاب. مع احترامي لقناتكم، اخوكم ابو عمار. أخي العزيز أفل، تحية لقناتكم ولكادر قناة الرافدين الرائع، كل ساسة لا يملكون ذرة من الغيرة وشرف، ويجب رحيلهم جميعا. أبو عمر من أمريكا. مساء الخير بالرافدين بيت الشعب. أخي العزيز، راح عاد عبد المهدي، الفساد يجي الفساد، لعد ما سوينا شيء، هذا كل أساليب إيران. أشكر كل كادر قناة الرافدين عظيمة، أخوتكم فاتن من ألمانيا. السلام عليكم، هذول حكامنا يتداولون مناصب بينهم، ينطبق عليهم المثل الشعبي مثل خلالات العبد، واللي ما يعرف المثل يسأل عنه. تحياتي أبو محمد الهاشمي من بغداد. تحياتي لك ولقناتنا المحترمة الصادقة. يعني هذول من كل عقلهم يبقون وبس يغيرون مجرم لسفاح آخر، كلهم شلع قلع، وحتى برهم صالح مشمول بالشلع قلع من جذورهم. الشعب هو اللي قرر من يكون رئيس الجمهورية العراقية، مو هم. لهفة من ألمانيا. السلام عليكم، تحية إلى قناتكم البطلة صوت العراق وشعب الثائر البطل. تحية لك أستاذ أفل. حكومة عصابة الخضراء تتخبط، وهذا يدل على انتصار الثورة، ونرفض رفضا باتا أي مرشح يخرج من رحم هذه العصابة، وأن أصرت على ذلك سوف يثور الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، ونهاية حكم هؤلاء العصابة المستوردة من إيران. تحية من أمك كلثومة عبود الدليمي من قلب بغداد النصر، حياك الله يمه.
ما نريد هاي الحكومة الفاشلة، نريد تغيير وطن. مرحبا أستاذ أفل، أريد أسأل ما هو دور الجيش العراقي في كل هذه الأحداث؟ لماذا لا يحمي الجيش المتظاهرين من المندسين والميليشيات والعصائب وما شابه من هؤلاء الشرذمة؟ أخذكم ندى من الدنمارك، مع تحياتي لقناتكم الموقرة. تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الحق. أما بعد، قيس خزعلي هو المسؤول الأول عن قمع الثوار، اليوم بعض من الشعراء مجدوه لكي ستبقى بصمة عار لكن ستبقى بصمة عار. أيها المرتزقة تحياتي، أخوكم الثائر خميس عبد السادة أبو نعيم من ذي قار المشلبية. رسالة أخرى تقول مساء الخير، السلام عليكم، أنا أبو حسين من بغداد، أتابع قناتكم لحظة بلحظة، دائما تنطق كلمة الحق والمصداقية، أرجو من الله أن يحفظكم جميعا وتبقى قناتنا المفضلة قناة الرافدين. عاش العراق، الله ينصر العراق، وشكرا، أرجو أن تستقبلوا اتصالاتي. مساء الخير، أنا أم زهراء من ديالة، فدوى إذا راحت من يمي ما أعرف تردد، بلكي تدزون التردد، تدللين أم زهراء بعد البرنامج إن شاء الله أكتب لك إياه. سلام وتحية لقناة الرافدين الشريفة. حزب الدعوة الإيراني رشح السوداني، هؤلاء كالنعامة تطمس رأسها في الأرض ولا ترى شيء، المالكي سحلة وصورته بالشارع ورموها بالنعل، ومع ذلك يرشح السوداني، هؤلاء يستهزئون بدم الشهداء خاضعين لإرادات الفقيه العين اللعين سامي من هولندا. السلام عليكم، تحية للمتظاهرين، الحكومة لازم تطلع خارج البلد ويقولون إيران تحكمنا، ابن العرب ما ينحكم إلا من العرب، أنا ابن العرب ومن الأحواز، حياك الله أخوي العزيز. مساء الخير أخي، السوداني والمالكي وجهين لعملة واحدة، الذي كان جالسا مع المالكي ورمى الأوساخ ورمى الأوراق بوجه الناشطة هنا، إذا كيف يتصرف مع أبناء الشعب؟ عمي ما نريد شكولكم القبيحة، ابتلينا بيكم، شنو هالصلافة؟ ورجاء أخوي أدعو الشباب عدم لبس المحابس، تذكرنا بالمالكي وعدم ذكر كلمة الصدر، شلع قلع ضيع الشباب بيها وكلها كذب، وأرجو أن تقرأ رسالتي، تدلل أخي العزيز. رسالة أخرى تقول السلام عليكم، أنا أخوتكم الجزائرية من إسطنبول، تحييكم وتدعو من الله عز وجل أن يفك كربة العراقيين وتصير دولة العراق بلد الخيرات القوي كما عهدناها سابقا. مرحبا أخ أفل، تحية طيبة لك، لا نقبل بترشيح أي شخص لرئاسة الوزراء، من شروط الترشيح لا يكون قد استلم منصبا في الحكومات السابقة وهو قد تسلم مناصب سابقا، بيحكي على محمد الشياع، بالإضافة لانتمائه إلى الأحزاب الإيرانية فهو مرفوض رفضا قاطعا، يسقط محمد الشياع السوداني ومن رشحه، وطردوا أصحاب القبعات الزرق أتباع الصنم مقتدى، هم سبب البلاء اللي جاي يصير حاليا بالساحات. السلام عليكم، بارك الله بكم على هذه القناة السباقة في نقل الخبر، وإن شاء الله النصر للعراق وأهله الطيبين. أم فراس من أربيل، أعتذر من باقي الأخوة المتابعين اللي كتبوا لنا رسائل وما قدرت أقراها لضيق الوقت، أعتذر من الأشخاص اللي دي يتصلوا على برنامج الواتساب، لكن دائما نوه أنه رقم الواتساب ما نقدر نستقبل على أي اتصال، وأعتذر من اللي دي يحاولون إلى الآن للاتصال بالبرنامج والخروج على الهواء مباشرة، لكن وقت البرنامج انتهى، برنامج صوتكم انتهى، نلتقيكم على خير إن شاء الله نفس الموعد باكر بحلقة جديدة من صوتكم، في أمان الله.